وبعد ما عرفنا مع بعض الفرق بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية، سأل المعلم تلاميذه وهم في الأهرامات الفرق بين الحقيقة والرأي. فرد أحد التلاميذ أن الحقيقة هي معلومات تم إثبات صحتها والتأكد من دقتها. يعني من الآخر كده، الحقيقة بتبقى معلومة موثوق منها. يعني لو قلنا مصر في قارة أفريقيا، أكيد حقيقة ولا رأي؟ كلنا هنقول حقيقة. ففرح جدا المعلم وقال له طب إيه هو الرأي؟ قال له الرأي ده هو عبارة عن تعبير عما يشعر به الإنسان، موضوع معين بنفكر فيه مع بعض، ممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط. يعني مثلا لو أنا سألتك سؤال وقلت لك مين هي أحلى مدينة ممكن نصيف فيها، ناس كتيرة هتختلف، في اللي هيقول اسكندرية، في اللي هيقول مرسى مطروح، في اللي هيقول الغردقة. هنا بدأ تلاميذ كلها تفهم الفرق بين الحقيقة والرأي، إن الحقيقة معلومة متأكد منها، اللي بنى الهرم الكبير اسمه خوفو، اللي بنى الهرم الصغير اسمه منقورع، لكن أجمل مدينة الغردقة ما أعتقدش. في ناس كتيرة هتقول لي شرم الشيخ. يبقى كده بدأنا نفهم إن في سؤال ممكن يجي لنا يا سنة رابعة ويقول لك مدينة مرسى علم أجمل مدن مصر، هتقول له ساعتها الإجابة حقيقة ولا رأي؟ أكيد ده رأيك. تطل اسكندرية على البحر المتوسط، كلنا عرفنا إن اسكندرية في البحر المتوسط حقيقة. تقع مصر في قارة أفريقيا، أنا سمعكم بتقولوا حقيقة. بنى الملك خفرع تمثال أبو الهول، برضك حقيقة. مدينة اسكندرية أجمل مدن مصر، ده رأيك. الرأي والحقيقة، ده كان نهاية الدرس الثاني والفرق بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية. وبكده نعمل مراجعة بسرعة عن المصادر الأولية والثانوية. الأولية ما يتم نقشه من أشخاص عاشوا الحدث، صور، خطابات، وثيقة رسمية، أفلام تسجيلية، ونقوشات على المعابد وكمان البرديات. لكن المصادر الثانوية بعد مرور زمن طويل بدأنا نتكلم عنها في أبحاث وموسوعات وكتب، وفرقنا في الدرس المصادر الأولية ما بين الرأي والحقيقة، والحقيقة هي حاجة، أو ممكن نقولها بطريقة جميلة جدا، كلمة الحقيقة هي معلومات تم ثبوت صحتها والتأكد منها، لكن الرأي تعبير أو تفكير شخص في موضوع معين قد يكون صحيح أو خطأ. ناقص حاجة بسيطة جدا هنقولها في الآخر، إن كلكم عارفينها طبعا، قناة السويس بتربط البحرين، البحر المتوسط بالبحر الأحمر. وبكده خلصنا الدرس الثاني، مصادر الأولية والمصادر الثانوية. عشان ما نصعبهاش على نفسنا، هنلاقي في قائمة التشغيل فيها كل الدروس وأغاني المنهج والحكايات كلها في قناة مستر أسامة محمود. التدريبات هتنزل بكرة بإذن الله. وبكده يبقى خلصنا أول درسين، وانتظروني في الدرس الثالث. وما ننساش نعمل شير ولايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة فعل زر الجرس. كل يوم حكاية جديدة بموضوع جديد في قناة حكايات الدراسات.